بسم الله. الشفا. تسلم ايدك يا جاسر يا ابني، ربنا ما يحرمنيش منك ابدا. ربنا يخليك يا رب ويديك الصحة، يا نورت الدنيا كلها. ربنا يخليك يا ابني يا رب ويسعدك. امين يا رب. بص يا امي، انا كاتب لك على الدواء كل معاك، ده قبل الغدا، ده قبل العشاء. ما تغلطيش بقى زي المره اللي فاتت. ماشي. ولازم تاكلي قبل الدواء يا ماما. حاضر يا ماما. يلا كل ياسين بقى، كل عشان تدخل تنام انت كمان، انت جاي تعبان من نادي. جاسر. ايوه. عايزاك. حاضر جاي. كل يا حبيبه يلا. دلوقتي. حاضر يا نوها، قلت جاي. كل الزبادي يا امي على ما اجي. ماشي؟ حاضر يا ماما. ناقصاها هي دي كمان. عديدة دي فيها. ايه يا نوى، في ايه؟ عايزة حاجة؟ ممكن اعرف الست الوالدة قاعدة حضرتك معانا لحد امتى ان شاء الله؟ انا امي هتفضل معانا هنا على طول زي ما انا قايل لك قبل كده. يا سلام، انت بتغصني؟ تحس غصني يا راجل انت؟ يعني ايه قاعدة معانا على طول؟ ما عندها بيتها وعندها اولادها التانيين. لما تزهق من هنا وتحب تروح لاولادها التانيين تبقى تروح بكيفها وترجع هنا تاني. ما هو ده بيتها، بيت ابنها. لا والله، بيتها وبيت ابنها ده شغل استنطاع، شغل شحاته. شوفي، حس كأنك اسمعي تتكلمي في الموضوع ده تاني. انا مش جاحد ولا ميت القلب زيك. عايز انا اروح ارمي امي في دار مسنين زي ما عملت مع عمك؟ حسك عينك، وده اخر انذار ليكي. فاهمه ولا لا؟ امي دي اللي كبرتني وعلمتني وخلتني راجل. فاهمه ولا لا؟ وانا هوديكي انتي وهو دار المسنين واحبسكوا بالمفتاح.